ميسي من هذه البطولة. سلام إن شاء الله يا فريد. عثمان طوال يسعد إلى في أرضية الملعب. السبب المدرب نبيل ليكمل ضربة ركنية منقولة عرضية داخل منطقة الجزاء لكن تدخل الصدي وتبعد. عادت مرة أخرى المحاولة في وسط الملعب فابريز إيغوما نقلة أمامية لبدر بانون. بدر بانون نقلة عرضية خطيرة والمدافع خلصها إلى رحيم. نقلة عرضية لكن الكرة تتخلص سقوط على أرضية الملعب. تقنية الفار حاضرة. الكرة تعود لحارس المرمى. التمريرة وصلت لفابريز إيغوما اللاعب الأسمراني بالقميص رقم 4. الكرة مبعدة إلى كرة ثابتة ركلة ركنية منقولة عرضية عالية بانتظار الفرحة الكبرى لجماهير الرجاء. يجعل اللاعبين في خيار صعب كلما اعتقدوا بأنهم غير قادرين على مواصلة المشوار لأن جسدهم لا يتحمل. هذا المدرج يعطيهم طاقة غير طبيعية يجبرهم على المواصلة. اسم تولي في فترة من الفترات لما كان يخوض تجارب خارجية بعض اعتقد بأن خلاص أيام الأخيرة في عالم الساحرة المستديرة. عاد إلى الرجاء وعاد صغيرا كما كان، عاد شابا كما كان. الكرة تعود الآن أمامية. محاولة خطيرة انفراد كامل لكن الكرة الرج لا يهدأ أبدا. يواصل الهزيل، يواصل التشجيع، يواصل الحماس. وبكل هدوء رايه وتسلل في اللقطه وفي اللعبه الماضيه. حكم المباراه يقول بان في تقنيه الفار. خلونا نشوف حكم المباراه. حكم الفار. جماهير المولوديه جماهير العميد يتحصل على ركله جزاء بعد ان عاد الى تقنيه الفار. اتت الاخبار السعيده لجماهير المولوديه بركلة جزاء للعميد لفريق الشعب لفخر العاصمة. لفخر العاصمة يتحصل على ركلة جزاء. المولودية يتحصل على ركلة جزاء. خطأ كبير كان من المدافع العميد ولأيضا الجهاز الفني والإداري ولجماهير العميد. هل سيسجل؟ لحظات قادمة حتى نتعرف على الخبر الأكيد. ركلة جزاء للعميد. ركلة جزاء للعميد. فخر العاصمة هل يسجل أول الأهداف هنا في مركب محمد الخامس يولع المباراة. ركلة الجزاء وضعها وسجلها. فخر العاصمة يسجل الهدف أول في هذه المباراة. العميد يضرب بيد من حديد. نعم العميد يدنا شيء. الهدف الأول يأتي من نقطة الجزاء. سامي وضعها بالشباك. سجل أولا لفخر العاصمة لفريق الشام في هذه المباراة. تحكم الرجاء العالمي بهدف مقابل لا شيء. لكن الأمور يبحث عن نفسه في شوط المباراة الأول ويبحث عن العودة إلى المباراة في قادم اللحظات. الكرة تعود الآن جماهير الشناوة. السعيدة بتقدم فريقها بهدف مقابل لا شيء. كرة تعود الآن بوسط الملعب. محاولة للأمام. سامي حاول مضغوط عليه. الكرة تتخلص من أمامه. عاد واستعاد مرة أخرى لاعبو الرجاء مالانجو. يطرق الصابرة
الاول مشاهدينا متابعينا.